سلام خوتي اخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحه؟ عمركم مزيان؟ نبداو بصلاه على نبينا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المهم هنا اختكم راه باينه شنو باغا ندير. راه شانتي قدامكم اليوم. عندي هنايا الفول نقيته ورطبته بواحد شويه الماء سخون. هنا يا اختي راه باغا ندير شويه البيصار يا اختي، او البيصار كما تيقولوا الناس الشمال. وهنا راني كنت عجنا الخبز ودست باغا نقرص. المهم هنا راني تحياتي لخوتي داخل المغرب ولا خارج المغرب، وما ترجع حتى الكويره وجميع الدول العربيه كلكم، وخوتنا الجزائريين خاوه ما بيناتنا عداوه، وخوتنا المصريين جميع الدول العربيه كلكم راكم عزاز وغاليين. واللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك، فعلوا المربع الاحمر، رنوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديال اختكم سعاد فضلا وليس امرا، وكما تنقولوا نهار جديد روتين جديد ولا فيديو جديده وحياه جديده وعمر جديد ان شاء الله لينا وليكم الصحيحه ولوليداتنا ووليداتكم ووالدينا ووالديكم ووالدينا الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين والمسلمات. هنا يا خواتاتي راك تعجن الخبز. المهم عجنت واحد شويه القمح وشويه الحبيبه الحاجه. صافي هنا راني كنت مرقداها، تقول احنا مرقداها كلها، تقول لها ترتاح كلها واش تقول لها. هنا راني تديرها ما نعير خبيزات مويين صغارات، ما كبار ما صغار. وهنايا قطعتهم، وهنايا راه دست تنقرص انا هنايا البنات عيب النخاله. النخاله ولا بحال دايره بحال ماشي ديك النخاله الغليظه، ديك الحمراء تنقولوا لها حنايا، النخاله ديك الحمراء الرقيقه هذيك هي باش تعجبني نقرص. تيجي بها الخبز زوين وخفيف، ماشي بحال الطحين تيجي تقيل تيجي خفيف. ايوا هنايا خبزتي صافي لولبتهم وحطيتهم، تمايا غطيتهم حتى شويه ترتاح ودست نقرصتهم. ايوا هذا هو النهار ديالنا اليوم، النهار ديالي من بديتو معكم من الصباح حتى العشيه، علاش لا؟ المهم نهاري كيف ما هو بسيط، قبلوا عليه. ومرحبا بكم بيوميات سعاد وياسين، دار داركم والقناه قناتكم، واختكم سعاد ضيف عندكم كيف ما العاده كيف ما دائما. وهنايا زعما قلت باغا ندير البيصار، يا لالا البيصار دابا هادي راه عجنت الصباح زعما، واش درت ليها؟ يا لالا غنطيبها فوق الفاخر. عرفتي الا بغيتوها البنات تشري البيصار النيت ديال النفس، ردوها الصباح تجيكم مع العشاء، هي هذيك فوق المجمر فوق الفاخر، هادشي تندير ليها تتجي زوينه وتطلق على خاطرها. ايوا صافي هنايا راه الاول تنحطها، وديال هاد الوقت الله يرحمنا ويرحم جميع المسلمين والمسلمات يا ربي، ويرحمنا بشتي ولا لا. تفرحنا نهار الجمعه، فرحنا ملي صبيت والله الا فرحتنا ما نقولش لكم عليها، الله يعطينا على قد النفع ان شاء الله يا ربي. والصحيحه وترخص الخضره وجد الزرع وكل شيء يرخص، والله يلطف بينا يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين يا ربي. الله يلطف بينا، وكل شيء الاسعار طلعات، كل شيء غلا صراحة. والله الدرويش راه ولا عايش خلادك بزز، والله يا فضل سيدي ربي ورحمته علينا ما تيحافيناش. الله يوجه البكمة والملائكة يا ربي يرحمنا ويوسع علينا هادشي كل من حاجة ضياقت. وانا راني دست نقرص البنات. المهم هنا هذا الفيديو قبلوا عليه كيف ما هو. المهم جايين عندي شي ضياف وجابوا معاهم الكوتي ديالهم، وتا انا وجدت شي حاجه. المهم داكشي اللي حطيته راه غادي نشاركه معاكم. صافي هادشي اللي كاين احبابي. المهم اختكم سعاد ما تتخزن عليكم حتى شي حاجه، كيف ما العاده كيف ما دائما اللي كاينه كيما قلت لكم، لا درت عيخ في زهاتي غنشاركه معاكم. وداك الفور راني دايره في داك البانيو خليته رطاب البنات. الا بغيتوها طيب لكم دغيا دغيا رطبوها في الليل، بغيتو ديروها بحال كل الغدا رطبوها في الليل حيت الماء بارد، ما ديروش ليها الماء سخون. الا درتو لها الماء سخون القطنيه كامله تتكز، الا درتو لها الماء طايب تتكز، تتشد الوقت في الطياب، ما تبغيش طيب دغيا دغيا.
هذا الشيء علاش نصيح ترطبوها بالمبارد وخليوه الليل كامل يرطب، وديروه في شي بانيو يكون كبير حتى يشرب، تجيو تصيبوه نشف من داك الماء اللي كان فيه، صافي تطيب دغيا دغيا، المهم ما تتعطلش. وهنا راه ولي هنايا كان تيطيب البيض حدايا، تنقول لي حيت تندعس انا وياه، تندعس انا وياه في الكوزينه، والله الا تندعس انا وياه، هو من حدايا من هنايا راه بانت بانت ايده. ايوا هادشي اللي كاين احبابي، نتمنى من الله يلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير، والصحيح والرزق وطولة العمر يا ربي. وهنايا هادو هما الخبيزات ديال، المهم درت 8 خبيزات، الشوق مصغر مكبر عاديين، هذا هو الحد اللي تيعجبني ندير، مكبر مصغر، بعض المرات تندير صغر منك، تيعجبني الصراحه الخبز يجي صغير، ما يجيني زعما كبير الخبز بزاف، تيجيك الحاطه بحال هكا، و الا جا شي حطه تيجيك زوينين في الحاطه. وهنايا البنات الفول راني غسلته مزيان، انا كثرت شي شويه، شتو كيفاش داير ملي تيرطب تيجي ساهل في الطياب. وهنايا راني درت واحد خمسه سته الريوسه ديال الثومه اللي درت ليها، كما تتعرفوا البيصاره هي الثومه، لما كانش الثومه ما كاين والو، وزيت البلديه والكمون والشوينيه ولا الشاونيه كلها، واش تيقول ليها، ولا الفلفل الحار. صافي هنايا راني ديك الثومه انا ما حكيتهاش، انا تنقرطها هاك وعاد تنقرطها غير تلوحها طريفات، وتقدروا تلوحوها صاينه مع تطيب. وهنايا درت فيها واحد شويه تحميره، واحد شويه شوينيه ومليحه، واحد شويه الزيت، وخليت زيت البلديه ما غنديرهاش دابا حتى تطيب، انا عاد ندير فيها زيت البلديه، والمجمر راه حاطاه تيشعل حدايا. شتو البنات المزامر ديالي، المزامر ديال الطين يا اختي، والله الا تيجيني ساهل. شوف اختي كنت سعاد رجعت للعهد القديم، عرفتي داك الرابوز البنات شحال من عام هو عندي، راه ما نقولش لكم واش 12 عام دابا ولا اكثر، المهم ما تنفرطش فيه، دائما تنسالي به وتنخزنه، ما قالش واش بكواعيط ولا بهادي، قال لي جديد لي جدا والبهي اللي تفرط فيه. عندي المجامر الحركة ديال الحديد، ولكن الصراحة هاد المجمر هذا عزيز عليا، تيعجبني في الطاجين، تيجي مقدود وتيطيب مع مزموت، ماشي بحال داك الطواجن ديال الحديد مع واسعين تياكلوا لك الفاخر، هذا لا ما تضيعش فاخر، وتيطلب الطاجين من تنديروا فيه راه بالزربه تيطيب. صافي هنايا راه تنصوت عليه، صوت عليه عاد داك شويه، صافي وحيت الفاخر ديالي راه شاعل، صافي وخليت البصاله ديالي اختي طيب على خاطرها. وهنايا راني كبيت عليها الماء طايب باش تطلع عليها الغاليه دغيا دغيا، صافي انا الكوكوط ما سديتهاش غير خليتها هي منفسه. وهنا الخبيز ديالي راه طاب، تكلات منه نص خبزه في حدا، شتو كيفاش تيجي ديال النخاله وديال الزرعه، تيجي خبيز زوين يا اختي وديال صحي، و تعرفي شنو تديري. المهم هنايا راك شفتوا البنات كيفاش تغلي، والمجمر تبارك الله زاهر، والله الا قلت لهم هذا الفاخر هذا تشهيت شي طويجين فيه، وداك الشيء اللي كاين. وهنايا جات عندي اختي وبنتها ومراته ولا وراجلها، المهم جابوا معاهم هما مساكن، جابوا الكيكه صيفتها بنت اختي البغرير، جابوا الباكيت، جابوا كرواسا، وانا جبت الرغايف وصيبت الصينيه واللي باقي. وهذا هو الكوطي ديالنا، الكسكروت ديالنا يا اختي، وما يجي عندك غير اللي يبغيك، والخاوه حد الدنيا اللي عند خويا اختي، عند اختك ولا خوك سول فيه سير عنده، ماشي بشرط تجيب ليه ولا شي حاجه، شي وخا تشربوا غير الماء مع بعضياتكم، المهم تيبقى ديك سيره الرحيم راه شي حاجه، ولا العامل تتجلسي وتضحكي وسول فيا سول فيك، والله الا ترتاحي ولا تفرحي، المهم تتقولي شي حد يسول فيا وتيبغيني. هادشي اللي كاين احبابي، والله الا هادشي اللي كاين، الله يقرب جميع الخوت مع بعضياتهم،
الله يخلي كل واحد اخته او اخوه، ووليداتكم ووليدات خوتكم. وهنا يا راسي علينا لقيت اختي هنايا مع انا وولدي، انا تعجبني البصاره وكنت تطلع لي السكر فايت تناكلها، عطيت تنصبح ما نقولش لكم تصبح طالع لي السكر على 2 غرام 3 غرام. وهنا رانا هذا ولدي اختي صايب لينا واحد طويجين ما نقولش لكم بالجديد، صايبوا لي هنايا بالجديد انا وياه بالجديد. وهذاك الطاجين البنات راه ما فيه لا بطاطا لا والو، فيه غير قرعه كورجيت او الكوسه والدنجر وماطيشا سوريست واللوبيا جريني اللوبيا الخضراء صافي. وزوقوا بداك الحامض والماطيشا والبصله فرشها من التحت مع الدار العطريه من الفوق. المهم تبارك الله عليه تيسرع الطاجين ما نقولش لكم عليه. وهنا البصاره ديالي هنايا شفتوا كيفاش جات البنات وجدات، وتبارك الله على الفخر طابت على خاطر هاي البنات والله الا ما نقولش لكم عليها كاع الريحه ديالها كي دايره. وهاد الوقيت عاد راه كاين السمر عير ديال البصاره اختي وديال القطنيه. وهنايا رشيت عليها الكامون البلدي عندي طاحناه، ورشيت عليها الشوينيه او السودانيه تتجي واعره البنات. وخويطه ديال زيت البلديه كيف ما العاده راه ضروريه، البصاره لما كانت زيت البلديه راه بلا ما تاكلي البصاره اختي. وراه درت فيها شويه زيت البلديه وقبل ما نحطها غلات معاها شويه، وعاد باش درتها شي البنات ملي ترديها بكري وتديريها على الفاخر بلا ما تحتاجي لها الطحنيه لا والو. انا هادشي اللي تندير ما تطحنها ما والو، تنخليها تردع على تيزاع. بحال دابا لا بغيتو ديروها الغدا نصبي اختي الفخر ديالك المجمر وخليها ترديها في الليل وخليها تبات طيب الليل كامل. تنوضي الصباح تصيبيها واجده تبارك الله فطري منها ولا، وانا راه بقى ليا منهم ليله حتى الغد الغد وتغداو منو نيت الدراري ليله حتى الصباح. واحد البنه ما نقولش لكم عليها شوفوا كيفاش جات ما شهيتكم، تسمحوا لينا اللي تتشهى واللي تتوحم حتى هي تسمحينا خيركم في ديوركم نتوما ماني جيده والمجهوده. يا لا يا لا شوفوا الطاجين ديال اختكم سعاد كيفاش جا ديال ولدي اختي. انا ما طيبتوش انا ما نكذب على سيدي ربي، الحاجه اللي درتها تنقول لكم درتها، اللي ما درتهاش راه ما درتهاش. المهم نيجان قال لي صافي تشرف. وهنايا راني خليته بغيت غير ينقص شويه المرقه، وتبارك الله ما دارش فيه حتى الماء بزاف، دار عير واحد نص كويس سكاك. ومعاكم عارفين ديك الخضره هي تطلق تطلق الماء ديالها. وهنايا راه عشيتو ماما، وهذه هي العشيوه ديالنا حنايا، اللهم ادم نعمه واحفظها من الزوال. واللايك البنات، واللي باقي ما اشتركش يزيد يشترك خويا او اختي ما تنسوش من البصيمه. وبالسلامه عليكم تلافي.